بهذا الفيديو في كمية أخبار جديدة. واحد، عن ميزة جديدة ببلايستيشن 5 الجديد. اثنين، تم فتح الطلب المسبق لبلايستيشن 5 بالسعودية، وراح أقول لكم وين بالتحديد وين تحصلونه للي صام اللي بيشتريه. ثلاثة، خبر حصري عن تحديث لعبة هجولة على بلايستيشن 4. اللعبة راح تتغير بالكامل، لعبة هجولة، وأيضا في لعبة جديدة راح تنزل نفس شركة ربابة جيمز. أقول لكم مش نظام هذه اللعبة الجديدة اللي راح ينزلونها شركة ربابة جيمز. رابعا، فيه ألعاب جديدة راح تنزل على جميع المنصات، بي سي، سوني 4، اكس بوكس. خلك مع الفيديو، لا تنسى تسعدهم باللايك. التعليقات عبارة عن طلع وجهك يا بيبسي. ما أدري وش بكم مسكت كذا أني أطلع وجهي الفترة هذه. يعني الصراحة أنا ملاحظ لي 3 شهور كل التعليقات يا بيبسي طلع وجهك. بس في واحد الله حقكم أنتوا خلاني أستانس، شايف مقطع اللي منزله عام 2018 قبل سنتين. عن هذا مقطع الحين بوريكم، هذا المقطع منزله قبل سنتين أتكلم عن بلايستيشن 5. خلوكم مع الفيديو. اسعد الله اوقاتك بكل خير. اول شيء، ما دخلت المقطع الا وانت مهتم الاخبار بلايستيشن 5. طيب بقول لك العلم، المحللين قالوا ان بلايستيشن 5 احتمال يكون افضل واكثر بلايستيشن راح ينباع على مر التاريخ، بسبب ان هذا عصر المنافسه بين اجهزه الجيمينج، وانا اتفق معهم. الحين احنا عام 2018 والتقنيات عاليه، واليوتيوب والانستغرام وتويتش وكل البرامج مكتسحتهم الجيمر. مثلا عام 2010 كان عصر الجوالات وبلاك بيري والبي بي ام، بينما الان هو عصر بلايستيشن وفورتنايت وطقته. فبلايستيشن 5 راح ينزل وقتها المناسب، وصدقا اذا كان مصنوع بالجودة المطلوبة بيصير ضمن الاجهزة الاكثر مبيعا على مر التاريخ. بحط لكم رابط المقطع كامل بالوصف، والمقطع لازم تشوفه كامل عشان تفهم وش انا قلت بالمقطع قبل سنتين. طيب نبدا باول خبر. اول خبر عن بلايستيشن 5 انك تقدر ببلايستيشن 5 تلعب لعبه وبنفس الوقت تشاهد مقطع او تشاهد بث. خل بعطيك اياه على سبيل المثال، مثل الحين باليوتيوب، سواء بجوالك او بالكمبيوتر تقدر تفتح مقطع بنفس الوقت تتصفح باليوتيوب. كذلك كذا بيكون ببلايستيشن 5، تفتح مقطع وتلعب اللعبه اللي تبيها. طبعا هذا الشيء اللي سووه بلايستيشن 5، انا اتوقع ان غايتهم كذا. مثال، انا نزلت لكم وزنيه، خلاص بدل ما تروح تفتح جوالك وتشوف الوزنيه كذا حبه حبه ما ادري شلون وعشان تسويها وصعبه كذا وقروشه، لا تصير خلاص تفتح المقطع، تدخل مثلا على جران تريزمو وتراعي مثلا مقطعي وتسوي الوزنيه وانت جالس تلعب جران تريزمو، بنفس الوقت تشاهد المقطع وتسوي الوزنيه. فكذا غايتهم بلايستيشن 5. يا اخي اذكياء، والله اذكياء. ثانيا، مكتبة جرير بالسعودية افتحوا التسجيل للطلب المسبق لبلايستيشن 5. افتحوا التسجيل، بين قوسين التسجيل. شلون يعني التسجيل؟ تحط ايميلك وتجيك المعلومات اول باول، تحط اسمك، رقم جوالك، ايميلك، يعطونا كم معلومات عن بلايستيشن 5. مثلا اول ما يجيهم مكتبة جرير سعر بلايستيشن 5، يرسلون لك مثلا على جوالك او على ايميلك يعلمونك ان بلايستيشن 5 نزل سعره. طبعا هنا انت تبدا تدفع، لا دفعت تنتظر لين ما ينزل بلايستيشن 5. لكن ما انصحكم انكم تستعجلون، ما انصحك تطلب اي شيء طلب مسبق ابد. لا نزل، رح يطول عمر الجرير واشتروه. طيب مو هو قاضي ان شاء الله، مو هو قاضي ان شاء الله عليك ابد، لا تخاف. قام راحت ازمه كورونا والاشياء هذه، ترى مو هو قاضي عليك ان شاء الله بلايستيشن 5. صدق ان في اخبار كثير تقول انه كميه محدوده، لكن مو هو قاضي عليك. بعدين الى حد الان انت ما تدري اللي تبي تطلب وشو، هل هو ابو سي دي، هل هو اللي بدون سي دي. لان في نوعين من بلايستيشن 5، فيه نوع يقبل سيديات، في نوع بدون سيديات. يعني انصحك حتى ما تدري وش الالوان وما تدري، نصيحه لا تستعجل. ثالث خبر، لعبه هجوله اللي على بلايستيشن 4 خلال ان شاء الله الاشهر قادمه راح ينزل له تحديث راح يغير حتى فيزيائيه السيارات، يعني راح تتغير سواقه السيارات بالكامل. ايضا راح يكون بامكانك انك تغير دخان الكفرات لون. ايضا بهذا التحديث راح يكون بامكانك انك تخلي الشكمين تفقع، يعني كمبيوتر تطلع نار، سواء مثلا موتر كيلوكس او حتى كامري او حتى ربع. لكن هذا التصوير من تصوير جوال، لكن اللعبه راح يتغير حتى جرافيك حقه. لكن ان شاء الله ننتظر الموافقه على هذا التحديث. وايضا في لعبه دراجات ناريه راح تنزل من شركه ربابه جيمز العربيه، هذه صورة اللعبة قدامكم. رابعا، كلكم ممكن تعرفون ان بلايستيشن اكثر جهاز العاب ممكن يتهكر. اذكر حتى ببلايستيشن 3 تهكرت بلايستيشن 3 تقريبا شهر كامل، ما حد يقدر بالعالم يلعب اونلاين، وقف الاونلاين ببلايستيشن 3. وحتى ببلايستيشن 4 الحين الناس تهكر جراند، وناس عنده ثغرات انها تقدر تبند مثلا ايديا، وناس تقدر تعلق نتك ببلايستيشن 4. جهاز بلايستيشن فيه اخطاء واجد، لكن ان شاء الله خلال الاشهر القادمه كل هذه الاشياء راح تختفي، الهاك والثغرات، لان شركه سوني سوت عقد شراكة مع مجموعة هاكر. قالت لهم إذا لقيتوا أي ثغرة ببلايستيشن راح نكافئكم بفلوس. يعني هذول ملهاك وش وظيفتهم؟ إنهم يكشفون الثغرات والأخطاء اللي ببلايستيشن، وبلايستيشن تعطيهم فلوس، وهم
شركة بلاي ستيشن يحلون هذول الثغرات والأخطاء، بس هذه وظيفتهم الهاي، يكشفون الأخطاء ويعلمون شركة سوني، والسوني تعالج المشكلة. بس حبيت أطمنكم يلي تعانون من الناس اللي تعلق. خامساً، في لعبة جديدة تو نازلة على بلايستيشن 4 وعلى البي سي وعلى الاكس بوكس 1. ثانياً، اللعبة به لغة عربية. اللعبة نعم معرفة. ثالثاً، اللعبة به مهمات. اللعبة مهي يعني شلون أقول لك 4 أيام أو أسبوع وتخلص منها، لا، اللعبة مداه طويل، عبارة أنك تنقل وتودي وتجيب. هي أصلاً اللعبة عبارة عن نقل. وأيضاً تذكر أن اللعبة عالم مفتوح وبه شراء، تشتري سيارة، تصلح سيارتك. أيضاً أبشرك تقدر تلعبه أونلاين. اللعبة به سفر، يجيك ليل يجيك مطر. موجودة الآن اللعبة على البي سي وعلى البلايستيشن 4 وعلى الاكس بوكس. انا ما جربت اللعبه لكن اشوف الاجانب هابين بهذه اللعبه، وايضا حتى به تقدر تغير لون سيارتك اذا ما خاب ظني، ولا قد جربت هذه اللعبه بس ما ادري، اشوف الاجانب هابين بها. لكن اللي جرب هذه اللعبه يكتب لنا رايه بالتعليقات. وبس هذا كان مقطعي، ان شاء الله مقطعي كان مختصر ومبس. مع السلامه وبالتوفيق.